ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني ربنا مش عاوز منك لا هو ولا هدية، مش عاوز منك حاجة، وإنما خلقك ورزقك وعيشك في الحياة وأعطاك عمرا محدودا له بداية وله نهاية، وقال لك يا عبدي أنا خلقتك لتعبدني لأني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما ده قال سيدنا موسى، يا موسى إنني أنا الله، أنا الله لا إله إلا أنا، في شراه أنا بس في شراه، ولذلك يجب أن تعبدني وأقم الصلاة لتكون ذاكرا لي يا موسى. وهذا تشريع في دين الله لجميع عباد الله ونزل في القرآن الكريم. صلينا على سيدنا النبي، يبقى احنا خلقنا للعباد. أما الأرزاق فالأرزاق بيد الخلاق، بيد الخلاق يصرفها على عباده ويوسعها على كل عباده ويقدرها وهو على كل شيء قدير. مش واحد يقول انا يعني ابنيت نفسي، او يجي واحد فين يقول انا اللي ضيعت نفسي وانا اللي فقرت نفسي. لا، الغنى بيد الله والفقر ابتلاء من الله والغنى ايضا ابتلاء من الله عز وجل. إذا احنا خلقنا للعباد، ولذلك ربنا عمل لنا عود لهذه العباد. حياة المؤمن كلها عباد، حركاته عبادة، سكنته عبادة، وهو داخل بيته في عبادة، خارج من البيت في عبادة. أي حركة المسلم يقدر يحولها إلى عبادة لله رب العالمين. صليت على الحبيب. لكن العبادة لها عمق. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. إذا الإسلام يشمل حياة الإنسان، كل ما في حياة المسلم لها خطوط رسمها لنا رب العالمين وسار عليها رسول الله. لكن العمق الذي يبنى عليه الإسلام كسر. بني الاسلام على خمس، ماذا يا رسول الله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام مهمل وبعدين يفصل. ليه؟ عشان يشد الناس. بني الاسلام على خمس، ما هي يا رسول الله؟ قال: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ضروري هذا. ولذلك لو واحد صلى وهو غير مسلم يبقى صلاته ما تنفعش. صام وهو غير مسلم يبقى صيامه مش نافع. قعد يخرج من الاموال في سبيل الله يمين وشمال وهو ليس من المسلمين الموحدين لله رب العالمين، نقول له اللي انت بتعمله كله مش نافع. صلينا على سيدنا النبي. ولذلك ربنا قال عن الجماعه الكفره: قال ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ثم تكون عليهم مين؟ لكن المسلم ربنا يقول: وما تنفقوا من خير يوفى إليه ويرجع لك تاني. والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنفق أنفق عليك، طلع وانا هرجعلك اللي انت طلعت ثاني من حسنه وعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. لكن الكافر له لا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فهمت الكلام ده؟ يبقى الواحد أول حاجة يحرص عليها عليه أن يعلم يقينا
الحاج محمود عليه رحمه الله وهو في امريكا هناك في وسط الجماعه الكفره، بيقولوا له يعني تتجوزوا منا ليه؟ تاخدوا من بنات المسيحيات والبنات اليهوديات ليه؟ ايه انتوا ما بترضوش تدونا من بنات؟ يا تدونا من بنات ويا بلاش. فقال لهم لا، ده فيه ناسب، احنا بناخد من بنات لان احنا نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى. فلما امنا بعيسى وموسى اخذنا من اقوالهم، امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتزوجوا كما شئتم. صليت على الحديث لكي توفر المشاركه، صحيح؟ يا اخي مش مؤمن برسول الله محمد، يبقى تجوز ابن المسلمات اللي هم مسلمات مؤمنات بالله ورسوله محمد، آمن برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بجميع المرسلين، وبعد كده اتجوز تعالى اتجوز المسلمة والكتابية مسيحية يهودية. ليه؟ لأن ربك عمل خط مستقيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إيه النتيجة؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى لا ربك يقبل منه دين ولا يقبل منه حياة، ويخسر الدنيا ويخسر الآخرة، يقطع على جهنم حتف. ليه؟ لأنه عارض المولى عز وجل الذي خلقه وأنعم عليه. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان القوي، وتمم علينا نعم الإيمان، واجعل الإيمان ثابتا في نفوسنا يا ذا الجلال والإكرام. دع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ربنا عملنا علاقة بيننا وبينه، هذه علاقة هتفضل على طول ما أنت عايش. إقام الصلاة، إقام الصلاة ركن لا يسقط أبدا عنك طالما فيك القوة وفيك العقل. عقل موجود يبقى ما يسقطش عنك فرض الصلاة أبدا. طب واحد اتكسر خالص وبقى تعبان عنده 100 سنة ما بيقومش، يصلي وهو جالس، مش قادر يصلي وهو قاعد، يصلي وهو نايم، يوجهه للقبلة يصلي. طيب وهو نايم مش قادر يحرك لا ايديه ولا يحرك دماغه، يعمل ايه؟ يحرك جفون العينين، الجفن ينزل يبقى رجع، الجفن ينزل يبقى سكت، والمولى تبارك وتعالى ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. صحيح عن سيدنا النبي ذلك الصدق الركن الوحيد الذي لا يسقط عن العقل الا اذا ذهب العقل. لما العقل يذهب يبقى خلاص انتهى. لان القاعده عند الجماعه المسلمين كده، إذا أخذ الله ما وهب أسقط عنه ما وجب. إذا أخذ الله ما وهب العبد أسقط عن العبد ما وجب عليه، يبقى لا صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا غيره، خلاص العبد واحد. اللهم ثبت عقولنا وقلوبنا على دينك يا الله. صليت على سيدنا النبي. الصلاة قال فيها صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. عماد اللي بيصلي تلاقيه راضي متصل بالله رب العالمين. الصلاة الصباح على طول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. يجي واحد يقول أنا اتخانقت مع مراتي وطلقتها، قبل ما اساله عن لفظ الطلاق وقال لي ايه؟ اقول له انت بتصلي؟ لا والله يعني من الصلاه يعني مش قوي، مره كده ومره كده. اقول له اه باقي اللي بينك وبين ربك عز وجل خربان،
تعالى تصالح لدينا كل مرادك، صالح لدينا كل مرادك عز وجل بالاول. فاذا اصطلحت مع الله عز وجل واصلحت ما بينك وبين مولاك اصلح الله لك كل شيء يتصل بك، يصلح لك مرادك ويصلح لك اولادك ويصلح لك اصحابك وولادك والناس اللي انت بتتعامل معاهم، ربك يصلحهم. ليه؟ لانك اصلحت ما بينك وبين الله تبارك وتعالى. صليت على الحبيب. يبقى الواحد اول ما يصلح العلاقه اللي بينه وبين الناس يصلح ما بينهم وبين مولاه. فاذا اصطلحت مع الله وقويت العلاقه بينك وبين مولاه واعتصمت بالله، لو نقول لك ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. لما رأت أي اتقوا الله قال بعدها وقولوا قولا سديدا. يبقى تقوى الله بعدها الكلام الطيب. طيب مفيش تقوى يبقى الكلام ده مش طيب، بقى كلام شارد. ولذلك ربنا قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى اللي عاوز يفوز عليه بتقوى الله عز وجل. بعد التقوى الكلام الطيب هين. بدل الكلام الطيب جه وتقوى الله عز وجل في القلب، ربك يتولاه يصلح لكم اعمالكم. مين اللي هيصلح به الاعمال؟ ربك عز وجل. ويغفر لكم ذنوبكم. وبعدين كتب ما قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من اولياء ربنا. هذه الصلاه بعد الصلاه ربك عمل لنا حاجه في المال علشان المال يتطهر، ايتاء الزكاه. زي ما ربك طهرك بيقول لك انا هطهر لك المال بتاعك، ولذلك تلاقي في القران أقيم الصلاة وآت الزكاة. على طول إقامة الصلاة لتطهير البدن، إيتاء الزكاة لتطهير المال، وإحنا عايشين بإيه؟ بفلوس الدنيا. يبقى لما يكون أبك طاهر ومالك طاهر يقوم ربك تبارك وتعالى يقول لك يا عبد الله إذا مالك طاهر وقلبك طاهر يبقى اصرف كما تحب، لأنك لم تصرف المال إلا فيما يرضيني، لأنك أصلحت ما بينك وبيني وأنا أكرمك إكراما. صليت على الحبيب. يبقى الصلاة صلحت البدن، الزكاة صلحت المال، ويبقى المال طاهر والبدن طاهر، تعيش على خط مستقيم ببركة الاتصال برب العالمين. صليت على سيدنا النبي. جه ربنا زاد الى الحكايه وقال بعد ما قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. يبقى الصيام رقم اربعه. الصيام ده بيجي كل سنه مره واحده بس. شهر. واحد من علماء الغرب غير مسلم لكن طبيب، طبيب نفسي وطبيب في جراحة البدن. هل هذا البدن يحتاج في كل عام إلى شهرين؟ يأكل في كل 24 ساعة أكلة واحدة. يعني يعمل صيانة للبدن بتاعه كل سنة على مدى شهرين، يأكل في كل 24 ساعة مرة واحدة. كلام ده قرناه زمان. فبعد ما قلت الكلام ده قلت يا سلام، طب ما احنا وقفنا في عمان وما خدناش بحثنا ولا قعدنا نقول البدن عاوز ايه، لان اللي خلق البدن هو اللي شرع للبدن وجعل لنا رسولا يقوم على كلام الله بالعمل ونحن من وراء رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الشهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه.
يبقى الغاء هو الفرق. وسننت لهم قياما. والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اداله كده اشاره بانه يعمل سنن، يعني اللي يقدر يعمل السنه يبقى يعني خد الثواب، ما عملش بالسنه وعمل الفرض يبقى كفايه عليه، لان الفرائض مطلوبه والسنن اذا عملتها تاخذ الثواب، ما عملتش السنن يبقى ما عليكش لا عتاب ولا عقاب، لان ما زال على الاصل وعلى الواجب انت حر فيه. فبعد ما قلنا كلام لهم يا سلام، طب ما هو يعني رضيع بان شهر السنه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصام رمضان على خير ما يكون الصيام، وكان رائجا للمسلمين الى يوم الدين في صيام شهر رمضان. وكان الصيام في اول ما فرض كان صياما بصوره شديده، فان ربك يعمل امتحان للمسلمين هينفعوا ولا ما ينفعوش، زي ما نعمل امتحان كده قبول للطلاب اللي داخلين عندنا كليات عشان فرض نشوف ينفع ولا ما ينفعوش. ربك عامل امتحان، امتحان قبول. امتحان ايه؟ فرض الصيام من اذان العشاء الى اذان المغرب. الصيام اول ما فرض كان على هذا الحال. تبدا الصيام من اذان العشاء. وتفضل صايم طول الليل وطول النهار لحد المغرب في اليوم الثاني. يبقى الفطار من اين لحد فين؟ من المغرب لحد العشاء. الواحد اللي ينفع في الفطار على حسب الحاله اللي كان عليه الناس زمان هذا. لان زمان الراجل يجي من بره يقول له راق الفطار بتاعنا ايه؟ يقول له انت عليك تولع النار وانا عليك العجين وانا اقعد عشان فاضل اعمل قرصتين ونحط القرص على النار وانا وانت نسوي القرص وبعدين تمام. على ما يسوي القرص ويولع النار ومش عارف ايه يسمع المؤذن سيدنا بلال الله اكبر لصلاه العشاء يبقى انتهى. يشكك اليوم الثاني مع اليوم الاولاني يبقى صام 48 ساعه. وممكن تيجي الليله الثالثه برضه ما يلاقوش يعني حاجه ياكلوها ولا يلاقوا حاجه على ما يعملوها، يكون برضه نفس اللي حصل يحصل يشكك اليوم الثالث مع الثاني مع الاولاد. فكان الواحد يصوم اليومين والثلاثه من غير طعام حتى صبر الناس من شده الجوع وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صديق عزيز الله ده امتحان صعب. واحد يصوم مع بعض. طب ده الناس بتيجي قبل الفجر وتقعد تاكل في السحور وتشرب. ويجي قبل الفجر بخمس دقايق يقول لك نشرب كده شويه وازود شويه عشان برضه نعرف طول النهار لا اكل ولا شرب. ويبدا اليوم 10 ساعات الى 16 ساعه والواحد يجي عليه العصر طبعا يحس بالجوع يحس بالعطش. امال اللي كان بيصوم من العشاء لحد ثاني يوم المغرب يعمل ايه؟ لا وحاجه كمان، وكانت الزوجه حراما على زوجها في ليل الصيام. طبعا هو لاقي وقت عشان ياكل فيه. طبعا عايز اقول لكم النسوان حرام. حدش يجي من وراك. يعني تبقى مراتك واخده اجازه شهر رمضان. صليت على سيدنا طبعا ده كان امتحان شديد. انت صبرت من شده الجوع والذي خان نفسه في ليله الصيام. خان نفسه يعني ايه؟ يعني هو راجل قوي وفيه قوه دفع ولا امراض بقى منه ولسه طبعا الصيام في اول في اول سنه. ما كانش واقع على الكلام ده من زمان واليوم طبعا يضعف ويقوى. يعمل ايه؟ ينسى نفسه وينام مع بعض. صليت على سيدنا النبي. فرفعوا هذا لرسول الله. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوعي من الله عز وجل. يأتيه الوحي فينفذ ويكلم الصحابة عشان ينفذ.
تحصل مشكله يرفعوها لرسول الله. يا رسول الله تعبنا من الصيام، سقط فلان وسقط فلان وفلان واصل الليل بالنهار حتى صام يومين ولا صام ثلاث ايام. يا رسول الله اسال الله عز وجل ان يخفف عنا. فينزل على طول الايه لضبط الامور ولتخفيف الصيام اكراما من الله عز وجل للعباد ورحمه من ارحم الراحمين عليهم. هو من ارحم الراحمين بعد ربنا عز وجل. ولذلك ربنا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. فلم ان احل لكم يعني كان حرام واحله الله عز وجل. صليت على الحبيب. وبعدين ربنا طول في الحكايه عشان خاطر عارف اللي بين الرجل والمراه. قال هن لباس لكم وانتم لباس لهم. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. اللي عمل حاجه ولا حد شاف ابدا ربنا يقول انت ما كنتنيش انا، انت كنت نفسك يا عبد وانا عارف اللي انت بتعمله. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يبقى اللي عمل حاجه وقع فيها ربك عمل معاه ايه؟ عفى عنه وتاب عليه. لان مفيش ارحم من ربك عز وجل ولا اكرم من الله تبارك وتعالى. اللهم ارحمنا فانك من الرحم. صليت على الحبيب. وبعدين ربنا مش على طول قال فالان باشر وهن. بس قال وابتغوا ما كتب الله لك. مش معنى باشر وهن وهن حير على الحير، ما ينفعش حرام. باشر وهن في مكان الحرف اللي ربنا هديه وتهديه بالحرف. لان دي كلها كلمه ربك وتوزيع ربك. يبقى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لك. امشي على الحدود اللي ربنا حددها. وكلوا واشربوا حتى يعني من أول الليل يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى معنى هذا ان الصيام طول النهار. ساعة ما يجي الليل يبقى انتهى الصيام وبدأ الإفطار. صليت على سيدنا النبي. بدأ الناس بالصيام وهم مستريحون. افتتح الهموم خلاص. بعد ما كانت العملية فيها شدة وصليبين وتعبانين والجسم بيتعلم ربنا قال لك مرارة أيام. هي زي الثوب اللي انت لابسه، وانت بالنسبه لها زي الثوب اللي هي نفسها. ولك ان تباشرها. واحل لكم ليله الصيام الرافض الى نسائكم. انضبط الامور تمام. بدا صلى الله عليه وسلم يضع السنن ويضع الحدود. قال صلى الله عليه وسلم: ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. ده كلام مين؟ الرسول. يفهم بقى كلام سيدنا النبي كده بالعقل. عجلوا الفطر يعني ايه؟ يعني ما يصليش ويقعد ياكل بقى لحد ما يشرب عشان يصلي المغرب؟ لا. شوف الرسول عمل ايه؟ ما هو انت ما بتاكلش كلامك من عندك. انت بتاكل كلام رسول الله من تطبيق رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم اذا جاء المغرب غربت الشمس افطر على تمر، فان لم يجد فعلى حلم، اي حاجه حلوه يفطر عليها. فان لم يجد حسى حسوات من ماء. حساها يعني ياخذ كده الميه مصا، وقال كده مص الماء مصا وبق اللبن ربا.
يعني لما تيجي تشرب ميه تاخدها كده شفطه شفطه، لان جسمك من جوه سخن. واذا كان الجسم في الداخل ساخنا يبقى ما تنزلش عليها ميه بارده، خصوصا الايام اللي احنا عايشين فيها دي، دي ميه متغلبه. تنزل الميه على النار تعمل فيها ايه؟ تطفي. واذا انطفأت النيران انت راجعها. يبقى لما تيجي تشرب الماء تشرب ماء لا هو بالساخن ولا هو بالبارد قوي، خليه وسط كده. كان صلى الله عليه وسلم يحب من الشيء ان يكون وسط، التوسط في كل شيء مهم. وكان اذا شرب الماء مصه، يعني خد شفطه شفطه، يشرب ثلاثه، ما يشربش كده على طول بالقله، لا يشرب ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وياخذ شفطه، الحمد لله، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، ياخذ شفطه ثانيه، ويعين الولد، الحمد لله رب العالمين. ويسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ياخذ شفطه ثالثه. هذا ما كان من سنه رسول الله اكراما لنا وتعليما. يبقى بيعلمنا نشرب ازاي. كالعرب الاخرين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رايت نبيكم الا يعلمكم كل شيء حتى المولده والقراءه. يعني يعلمنا ازاي نشرب، ويعلمنا ازاي نحب. صليح على سيدنا النبي. وكان صلى الله عليه وسلم اذا اكل التمر كان ياكل التمر بالوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوتر في الاكل كله. الوتر يعني ايه؟ يعني واحد ثلاثه خمسه سبعه. ولذلك في حديث ابي داود انه صلى الله عليه وسلم ما زاد حينما كان يأكل التمر ليفطر عليه ما زاد على سبعين. كان يفطر على تمرة واحدة أو على ثلاثة أو على خمسة أو على سبعة وما زاد على ذلك. أن السبعة دول عدد إيه؟ عدد أيام الأسبوع. والسبعة دول عدد الأرض اللي إحنا عايشين عليه. والسبعة عدد إيه كمان؟ عدد السماوات. العدد السبعة ده عدد له سر عند الله عز وجل. صليت على سيدنا النبي. فكان يفطر على الدار على وتر. طب ليه يعني الوتر ما كانش ياخد الليل وخلاص؟ لا. الوتر فيه إشارة. إشارة إلى إيه؟ إلى أن الله إيه؟ واحد. يبقى كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل يوحد ربه تبارك وتعالى. يبقى قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ذكر لله. وبيعلمنا ازاي نذكر الله ونحن نطعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوتر في الاكل كله. يعني اي حاجه يعملها يعملها بالوتر. صحيح يا حبيب؟ هذه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الافطار. وايضا من سنه رسول الله أن تدعو عند الفطر. تدعو ربك، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الصائم عند فطره دعوة إيه؟ مش هتترد أبدا. ولذلك كان السابقون يقولون قبل الفطر بشوية: يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت ربي لا إله غيرك، اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. شوف بقى الكلام في وصف ربنا بالعظمة، لأن ما فيش أعظم من الله عز وجل. يعني زي ما أنت شايف كده الكون اللي إحنا عايشين فيه. ربك عايش عليها الناس وحاطط فيها كل ما يحتاج اليه الحي. اي حاجه حيه على الارض لها طعامها ولها شرابها ولها رزقها. فمن الذي
رزق الأحياء لكل هذه الأرزاق التي يحتاجون إليها الله عز وجل. ولذلك من فضل عليه أن ربك ما خلناش نضيق حاجة أبدا، وجعلنا من الماء كل شيء حاجة، وآتاه من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة. لذلك مرة واحد سأل يقول نعمة يعني واحدة، يا حاجة يعني، قلت له يعني خد بس نعمة الماء على الناس. ربك وزع الماء على الأرض توزيع، مش قضية إحنا يعني نحددها، وزع الماء الحر بتقدير، ووسع ماء العيون بتقدير، ووسع المياه الجوفية التوزيع المقدرة، ووسع المياه في السحب علشان السحب كده تشيل المياه دي كلها وتنزلها في الأماكن التي يريدها المولى عز وجل. كل ذلك دليل على أن الله تبارك وتعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا زي كده. بتقول يا عظيم يا عظيم يا عظيم ثلاث مرات، انت ربي، يعني انت بتربيني، بتربيني نعمتك يا رب، لا اله غيرك، اغفر لي الذنب العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا العظيم. لان واحد مهما عمل من ذنوب ساعه ما يقول يا رب، يوم ربك عز وجل يقول لبيك عبدي، انت عبدي وانا ربك، انا عن يمينك وعن شمالك وفوقك وقريب من ضمير قلبك، اشهدوا يا ملائكتي اني قد غفرت لك. يبقى عظيم بقى ولا مش عظيم؟ عظيم في المغفره، وعظيم في الخلق، وعظيم في العطاء. ولذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا الذنب العظيم، إنه سبحانه على ما يشاء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وبدنا على البلاء صابرا وفي الطاعة سائرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا اسرارك، اللهم البسنا ملابس انوارك، اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، واعنا عليهما يا رحمن، واجعلنا من اهل القران. اللهم فهمنا معاني القران، وارزقنا السير على سنن القران وهدي القران ومقاصد القران، واجعله لنا شفيعا يوم الزحام، انك يا مولانا نعم المولى وانت نعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.